الأرض عريضة واسعة، غير هو خاصك تلقى شي بلاصة بعيدة. باقي فيها شوية الأمان هادي وخضرة. كتخبى المكتوب الله. تروح الخطر مراقب ويمكن تقدر تفلت تفلت. كنوز الحياة كيلقاه الواحد وهو غادي كيتمشى شاد الطريق. سخرية القاسية والقاسحة ديال الحياة هي اللي كتخلينا عايشين بين الظلمة والنور، بين الخير والشر، بين الطوب والجفاف. هذا الشيء اللي كيخلينا بنعرف الذكريات. عرفتي علاش ما عقلتيش على من بعد انك متي؟ قصتك سالات صاحبي. ونبداو دابا للفوفي ديالي يا عزاني. مياو مياو اخواني البشر اللي تتبعوني يا مزيان. تخيلوا معايا الماء الفرد 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 الماء صباح الخير صباح الخير أربعة الفاشلين. وحنا غادي نشوفوا واحد الوزير ديال اللي ما نشوفوش غيقولنا على هاد القضية اللي وقعت على هاد الضباب وهاد الخيخ وهاد الخنس. الوزير ديال اللي ما باش يجاوبنا على هاد الشيء بالواقع بهاد المسخ اللي كيدور في السماء منين جا غادي يحضر في ذاك الكرسي ويجاوبنا على كل شيء ويعطينا حلول. الحالة ديال الطقس اليوم تاهي كتبان كيف ديما كحلة زحلة وعمرها ما غادي تنور. عرفتوا علاش؟ حيت بركسو كتبيعو فيها طرف بطرف بطرف حتى نشفتوها وردتوها وشاهدت كل شيء بنتف 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 بنتف. كاين حقيقة واحدة اللي بقات هو أنا شيرمان The morning dark show ورات بجنبكم حق واحد ريتاوت سكتوا حيت أنا اليوم اللي غادي نهضر. وشرموا اللي فين انتم طول عمركم وانتم ما بقاتش عندكم الصورة في المرايا كما مالكم تبدلات وجوهكم تمسخت الحقد والبغض والخوف الخوف طب فيكم الجنس الخنز. ولكن وقت الحساب جا والله ما غادي نتعاتق مع شعات
كل شي غيتوب. والله يمكم إلى غادي تقرروا بلحظة تكلبنتوا تقردنتوا خنستوا تفضحتوا توسختوا بو لتو خارجين بحل الفيران من الغيران سرقوا منيت بدا تعيشوش مجموعين بحال قنية كتعيشو مفرقين طربية المشاش كتغمضوا عينيكم اللي تحط المعون باش تشوف واشنو غتاكل وما تشوفش لحد طولك نشفتو الكبدة ولفتو الخنز لا انتم دابا تبرعوا فيه عيشوا سيدي فات الخنز وفات القاعد وما كاينش نقطة ديال الماء هاد قتلتو كل شي البحر والورد والأرض واللي تبعال شي عود خاوي من الداخل كطلع وكطابت فيه النفس مكرهتهاش هي تبع نساو لي كاتر سيزون نساو الجنة اللي كنتو عايشين فيها عجبتكم الحرية سديتو صبابتكم عليها وانتم طغاو مولفين ومصويطة وتبيع ربيتو تعيشو خدامة وغتبقاو ديما خدامة كل واحد دير له ترخيص القتل والعنف والاغتصاب وعمركم ما غتقدو وغتبقاو بحالكوك حيت الما في العروق كيبقبق وفي البحر كحل انتوما اللي غتحملو هاد المسؤولية جماعة الفاشلين بيكوان واليوم غادي نشوفو داك الوزير ديالي طلعي يلا سيدي يلا الوزير ديال اللي ما قال لك ما غايجيش حيت ما عندش مو الكبده باش يكون قدام تشارمان هذا بغي يحلم يشوفكم قدامه بحال المعز كتطلبوا قطره ديال الماء ما انتم اللي اختاريتهم وتعاقبوا باللي اختاريتهم ولكن ما يهمش شارمان عنده فكره لاول مره غتشوفوني اليوم غادي نهبط ناخد شي واحد منكم شي عبد من دوك العبيد المشرطين اللي حنا كصحاب سيدي صحاب مولاي ويجيو يدوي قدامي ويعاودوا لي على شنو خاصكم اشنو اللي وصلكم لهذا الشيء
كسبوني بغيت نخرج بغيت نعرف منين جات بغيت نشوفها من الاول عندكم الزهر عندكم الزهر باش تشوفوني انا قدامكم مباشره جمهوري الخنز ما انا ما عرفتش منين كتجيبوا دينكم هاد قله النفس عايشين وسط الجحيم الجفاف ما عندش بوكم قطره ديال الماء وساكتين ما كاينش مشكل غير الصفاق والرش والفرحه انا بغيت غير نعرف شكون اللي سكنكم وعيشكم هاد عيش التبانه في البطانه وانتم صابرين ولهذا أنا تشارمان توضعت وخرجت عندكم باش نختار منكم شعب تمن العبيد مشرط لحناك يبين لي وجوه دينكم في المرايا كرمتو ولا لاصق لكم الجلد على العظم هذا هو الإنسان اللي كتقراو عليه هي بات القرايه واخا نتوما ما قريتو حتى وزه الانسان اللي ما عندش تصل تم الطموح عايش هكاك كياكل وكيشرب وكيمشي للطواليط ما تيفكرش ولكن مع تشارمان غادي يولي ستار غادي نخليه نجم مرحبا ما تخافش انت قدام العبقري تشارمان صاحب برنامج مورغينغ دارك شو اكيد انك تسمع عليه الملايين ديال الناس بغات تحضر معايا وانا كنقول لها لا وجوههم فيهم النفاق والوسخ ولكن ملي غتحضر معايا في البرنامج ديالي العالم كله غادي يحترمك يلا معايا يلا معايا فين شكون انت قال لكم شكون انا يلا معايا القناه ديالي العالم كله غادي يعرفك من اللي بركتي مع تشارمان انا ما نبغيكش تقلد هاد الناس هادو اعتبروا محل داك السراج شي حاجه غير دير الديشي الناس ما تتفكرش ولكن انت في عينيك كيبان ليا فيهم الطموح انت واحد الانسان باغي تعيش ومن غدا العالم كله غايقول سميتك وغتحفر سميتك في التاريخ غاس ا موا دير فيا كونفيونس شكون انا 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 حسين كيداير مع الوقت هذاك الشاطو ديال المدرسه ولا باقي اش نقول لك السي حسين اللي ما عنده هم كتولدوا ليه حمارته احنا كنا مضاربين على الماء والشتا والبهايم والزيتون والشجر تولينا في مشاكل اخرى انت باقي عندك الوجه تحل فمك وتدوي وتناقش باز حمادي وكان فيك شي خير ما كنتيش تفرط في الحب ديال بصح نادم الحر والحار يموت على قبله شي بحالك ميت القلب تيش من حب كتقولي عليه إلا جينا نهضروا على الحب كيف ما كتشوفوا نتوما العيالات راه ما شاء الله ودابا في العالم راه كاين غير حب الماء
قلبك طيب يا معلم. سولتينا السي حسين على الشاطو ديال الماء، بديت فيه ومازال ما كملتوش. تقريبا فيه شي 30 طن ديال الماء البير، ما في خبرنا حتى شي واحد ما علمنا. هادشي مقلت النيه ديال البشر. بنادم عنده 60 وجه، كثر الفساد وكثر التفرقيع والتشرميل. على الفلوس بنادم يشهد بخوه في الزور. واش جلالي، الدنيا راها مشات مع الناس الاولين، وجدود جدودنا كانت فيهم النيه، كانوا ملي ما كتصبش الشتا كيصليو صلاه الاستسقاء، وكان الله سبحانه وتعالى كيسخر لهم وكتصب الشتا. هادشي بلاتي عفاك، ديروا معايا يديكم. لك لاباس. هادشي بلاتي، اييييي. لك لاباس، نزلوا. عاونوني الله يرحمكم، ديروا معايا يديكم. كانوا كيديروا تا غنجه، الدراري الصغار كيجيبوا بقره وكيتبعوا بالتعرج وكيغنيو ابقره بولبول يا ربي تعطينا السبول، ابقره بولبول يا ربي تعطينا السبول. بقاو الدراري الصغار تابعين البقره، البقره زبلت وشتا ما صبط. ذا مورنينغ دارك شو مع الوحيد الحاسد. كنقول لكم اللي كيقول الشهر ما لشي حاجه ما كنحملش شي واحد يجي حمايه يا فيها. انتم تهمينني كنجيب الوزاره ودوك الرباعه ديال البانديه. انا اليوم واحد جبته من عندكم. ريح شتك تهشرتي انت ماك مخلوع برك اخويا، ريح داك الكرسي. عرف واحد القضيه، هذيك البلاصه ما كيبركوش فيها الا الرجال، الشميت انا ما عنديش لهم بلاصه. وتشير من اللي غتشوفوا اليوم مرات اللي ما غتحاول تشوفوا. شنو كيفاش كيفاش شنو كتهضر بهذه الطريقه؟ منين انت ماشي معنا حنا ولا شنو؟ ارض الواسع هذا شيء مش مهم. شوف غتخلينا من الفلسفه وهاد الهضره وهاد الشيء ديال قول لي نقول لك وديك الهضره ديال الخشعه وداك، تخلينا نهضروا طبيعيين بحالنا بحال الناس. بغيت نعرف عليك كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كاع اللي ما عمرك عاودتي لشي حد حتعاودوا لي انا. سميتي جمال. جمال عفينا يا جمال يا عفينا. ولكن حنا اليوم مع واحد الفقير بحالكم سميتو جمال عفينا. تهضر معايا جمال عفينا، انا بغيت تعاودي من نهار بلاديتي، من نهار بديتي كنعقل على حياتك. البدو في البداية ما كان والو، من بعد جاء الضوء. وجدت في دوار صغير، دوار الشمس. هذا آخر صوت سمعته من فم الواليد. جمال ما تخافش، أنا ما عمرنا ما نخليك بوحدك. حتى حاجة مقاتلة لا لا. حتى حاجة. لا ما كان والو. حتى ذاك النهار بغيت نمشي للمدينة. ودبرت على راسي ولقيت شي خدمة. أجا غادي يشج.
فين صاحبي فين؟ حتى ذاك النهار شفت شي ناس مجوقين على الفاكتور سالي، شفت الناس يعمروا في الجرين كار. فينا فيقة صاحبي، يلا ركينا الخدمة يلا. بايوس بونجور. على السلامة، علاش جيتي درقية يا صاحبي؟ قال لي عفينا، قال لي عمر الكريم كارد تمشي الميريكان. شو ورق؟ الورق ديال الكريم كارد طوبوله. لا لا صاحبي، لا صاحبي والله بخير الحمد لله. لا ما عندي وندي. لا ما صاحبي عطيني شي كازيرة تاعي. انتي على حسين اخويا والله. ميرسي عليك. مالك يا صاحبي شاف؟ انت فاهم هكاك. شفت كان الناس يعمروا، قلت لي صافي عمر لي اش بيك. وما دازتش حتى 6 شهور مستر هانس، واحد السيد كان محبوب عند الناس الحول قبل ما يموت. راجي مو يا هارسه، ايوا ناس كاونيكم شنو طلب منا؟ الجنازه ديالو تكون حفله كبيره. وتوما شنو؟ وفي ديك الليله نيت جات واحد البريه. In quanto persona vicino a Aris devo raccontare il suo sogno. Un sogno durato una vita che si è concluso qua con la musica. Ed è per questo che dico innalziamo i calici e salutiamo il nostro caro defunto Aris. Ora passo il microfono per un annuncio molto importante. والان الاخوان البعيد من قرعه الميريكان جمال فينا. كلشي انت مشيتي تبركنتي في الميريكان وتتقى تقمر في لاس فيغاس وكتعوم في ميامي. مش هاد الميريكان ديال لوس انجلوس ميامي، هذيك الميريكان ديال الفقراء والريد نيكس، ولكن كنت بخير خدام مع راسي. قبر يا رب سبحانه مرة شبه لحيرته مرة خفيفة هوته مرة عاقة إيشك مرة إيقوة شرف شرف حاجي ويان أقل الله حريفته لنع بنك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بضني هذو حاجك جيرة حسوس بضني صاحب تا عشق عشق بادلي وقدم بيستنا أنا يقيلوب وقبنا مبحو ونقي أردنا Mareken wa laga suwaye, mareken wa laga suwaye, mareken wa laga suwaye.
mish. I got my own sound, I don't sound like the rest. And even my attire and my choice of dress. And not long ago, I don't smoke English. The point is police pull me over a lot. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes Hello? Who? Athena, come out, man. Hey, man. Need some fuel. How are you? Did you get off your ass? Fill up my truck? Yes, what? اللي كيقول أمريكا بلاد الديمقراطية بعمره ما كان فيها. خليكم مع البيغ وان في البرنامج اليوم الكحل، خليوها فينا شوية ارتاح، ونجي خليكم مع الموسيقى اللي اختاريتها لكم انا. Thank you.
باترون تو على ميزي سور كونيك زيت سور سي ان فيو سي ني بلو كوم ميم سي ان كونار. عود هاد القهوة غدا وكتخسر. اللي ما عجبتوش القهوة يبدل القهوة. الما ينعال دين منكم الما. الما من هنا لقدام غادي يولي يتخلص. كاز الما ولا غنشتي في البلاد. الله يتبعكم وتحركوا معنا شوية. الكم برا القهوة نص ساعة وتبدا. عاونوا الله يعاونكم. بومبا. خلاص كلوز. سي تيرميني لي باري. بروميير كومبا لا سيري 13 كومبا 6 فيكتوار 3 نول 4 ديفيت. كومبا 3 كاوني هاي كونا كران كومبا سي فيني لي باري. زيت سور باترون سي فيني مون فرا سي تيرميني. بينو راك عارف الوقت الزيارة قربات. سير على الله. نشطكم مع الراديو زاستافا ديال العشار وصحابي وغنبقاو دابا مع بعفون اللي غيعاودنا على اخيب قصة ديس في الحياة البشرية. جوادي قالوا لي خاصك تمشي وخذيت الطريق وتبعت دي اوريون. شنو هي جوزاء دي اوريون؟ ورجعت من الميريكان ومشيت للكارتي نقلب عليها وما لقيتهاش. حاس بها كاينة شميت ريحتها ما زال حاضرة. كملت طريقي وصلت للسيرك. Love. الحب. انا ما كنعرفش نعرف كل شيء فينا حيت الجمهور ديالي انا كيحترم لي بيك كيبغي يعرف كل شيء ولكن انا نحترمك ما عندوش على داك الشيء اللي في قلبك كيقول كيخلي الشاعر طريق الحب كل شوك دوها فينا. The course never did run smooth. غادي نخليكم مع البيج وان The Morning Dark Show. اش قلتي لي؟ وي ميرسي.
هكا اللي بديت كنكبر عمرت راسي بزاف مشاكل ديال الناس وليت كننسى الحرب والقمع والجوع والجفاف وشي طبيعي. انا شحال هذه ما قريت على شيكسبير ماشي مشكل الانسان كيقدر ينسى. ياك عافينا كل شيء بغى ينسى بخصوص شيكسبير. ولكن انت ماشي شي 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 واحد نيت قاري مزيان ويعرف داكشي ديال شيكسبير. علاش وانت كتشوف حالتك؟ علاش اخويا الشكل ديالي الستيل ديالي ها ها علاش ها علاش هربت من البشريه المبنيه على كذوب؟ الروتين الروتين هو القدر البنادم. الناس ما تشم ما تشم ما تمس ما تلس ما دير والو الهضره والماكله والنعاس وصحه الراس باش ما نخسرش الهضره. هذا الشيء كله هو اللي وصلنا للقواد الكحله. القواد الكحله اللي كتعطي البال بزاف ديال الحريه كيتصرو كيولي كيهضر اكثر منك. جيب ناس تهضر معايا في البرنامج ديال البيغ وان مورنينغ دارك تهضر على القواد الخوف القمع الجوع النفاق. ولكن ماشي هنا مش عندي انا في البرنامج ديالي قدام جمهوري. هذاك الشيء اللي عندك هنا خرج فيه للزنقه وكل وسيرت بلاك سيرت بلاك. انت كتهضر مزيانه انت كتهضر مزيانه عافينا انت كتبان راجل مثقف وفيلسوف. انا غير واحد القضيه نسالي هاد الفلسفه وهاد الهضره وهاد الصداع ما كنبغيش نتقلق. شكون اللي عرفك بهاد شيكسبير؟ شكون اللي كتعرف من غيره؟ كنت كنعرف شكسبير مصطفى المسناوي الله يرحم طيب الصديقي الاستاذ ديالي لوبيشة بالخصوص. كنت كنعرف لوبيشة تعرفت عليه كنت دخلت معاه في المسرحية وخدمت معاه ودرنا القديس. All that happened many years ago. It happened that the young civil servant whose name was St. John Philby was involved in an enormous scandal. He raped young, innocent, beautiful woman from the British high society in colony. He was expelled from the civil service and forced to marry the young woman. St. John Philby abandoned his wife and the newborn child and left as a member of intelligence service for Middle East, for Arabia. Usually people think that Lawrence of Arabia was that guy. No, no, St. John Philby was the most important and most influential agent of the Western world in the Middle East. But no, that's not the story of interests. It's the story of emotions, of passion, of love, of hatred, of revenge. And revenge was very simple. He made a deal with Americans. They have made a deal with the Saudi royal family to form Arab American Oil Company, Aramco. The solution for the financial problems to keep the throne of Saudi Arabia for Ibn Saud was to give concession for the oil to the foreigners. This story is connected to your world and it's connected to my world. Actually, this is the same world, your and mine. In our production, you will be the young Ibn Saud, the king of the desert, the king of the Saudi Arabia, the founder of the Saudi royal family. You will be with us, but you will be with us as long as you feel like being with us. Whenever you feel like Orion,
is calling you. Follow your Orion. We love you because you don't know who you are. But we are trying to learn who we are. Player-keeper, re-keeper. ملقيتهاش حتى الواحد النهار وصلت للسيرك ديال خوها دون بينو. أنا بالرأس بتاكل سير الله هاي المهمة داكشي اللي قلنا لك هو 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 السيرك السيرك ديال حسق الأرض. ومن ثم بانت لي
منورة كيلوريون. تلاقينا وعشت معها أحسن مومو في حياتي، مع الإنسان ومع الحيوان. والله كنت فرحان مزعوط في نورة، ولكن اخوتها ما حاملنيش نخدم معاهم في السيرك. ايوا انا فيني ليكول، قلتها لك اش تبيني كون افيك اليوردي. ها عجبك؟ جيتي كومون ميتريس؟ ايوا قولي ليا باسكو موا سي مون بروميي جو حتى اليوم. بسم الله سافيت ان شاء الله سافيت محمد من سوبر ستار حمزه يزقوني يلاه حمزه يزقونا. والله في العيال هذا واش غادي يزططوا ولا لا؟ طلعت لي هاد الحفرة هادي في راسي. ممسا ممسا اشكيد ولكن كان الوقت قصير. ما كنتش عارف بان اخوتها مبلانين لي. ونهار اللي لقيت دون بينو كونان كيبسلسوا في الحشيش. الخطر والوسواس دخلوا القلب. Thank you.
من يكون واحد ما عنده زهر ويتلاقى مع قلة النية ديال شي وحدين وقلت كان جوست افون اللي ما يتسمى السلام عليكم. سلام. سنجي. خيمة. الحمد لله. تيت سنجي. شكرا. زم خيمة. لكم زي. نبو هيجا. ولا نبو هيجا. زم هاد دم خرد بي. دم خرد لي. ماذا تفعل هنا؟ من هم؟ هم أموات كلهم أموات خيمة 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 سنجي سنجي خيمة خيمة الحمد لله هربوا من الحرف ثم ماتوا في طريق ولكن لا يعلمون لماذا ماتوا أين تريد الذهاب؟ نبو هيجا خذ هذا التفاح وكل واتبعني قلت لها لا
كنوعدك كنوعدك شدوني ولاد الحرام كتفوني وانا مديت ما جبت بغاو يقتلوني ما متش كنت فاقد الذاكره مبقيتش عارف راسي شكون انا منين جاي سميتي الضحك سي حمادي ياك لا ضحكني حتى اللي جات معاك حتى المحكمه وداك الساعه غنشوفوا الضحك شحال تيتقام سمعي حيفا حنا غنتفاهموا مع بعضياتنا وبلا محاكم وهاد الهضره ديال العيالات ما عندنا ما نديروا بها هاد واحد حمادي يقول شي حاجه انا راه ما فهمت والو نسيت يا حيفا انا راه واحد حمادي انا اللي جبتيني من الواد دوزنا انا وياك ايام زوينه قلتي منك انت كتقول لي الواد اللي جابك راه بيك بلاني والواد اللي داك انا راه ما خلاني انت سي هذيك الهضره كولا ما عندي ما ندير بها انايا تصحاب راسك حتى هو مجنون وجمع راسك راه حيفا هادي مع من تدوي وراه كنا وكنتو صافي دابا ما بقيناش واش عباد الله طلب واحد طلبته منك ما قديتي تنفذوا ليا خليني بحال هكا كاسه كنتسنى بالشهور على ما عرفت اشنو غتعطيني رجلي هادي ولا شنو هي ماشي حشومه عليك ولا صافي بقيت دابا عاجباك بقيت معمره لك العين عرفتي شنو حمادي انا اكثر منك انا بقيت حامله فيك الشعره ريحتك ما بقيت قاده نشمة كتعيفني كتجيب لي تقيه واش عمر الرئيس كتقولي لي جيب لي كنفوت انا وليت سلوكي حياتي كاملة ما بقات كتسوى والو ما بين السماء والأرض حسيت براسي صغير 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 بالقياس صوت الجفاف الصحراء اش كيعجبك في الصحراء هادي كنت دبرت على خدمه مع صاحبي حسين كنا كنديو السواح توريست ينشطوا
ويتفرجوا على النجوم في الليل. والزين الزين ما ندوزه ولا ويكون بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رصامها فريد. والزين الزين ما ندوزه ولا ونموت بالحديد وتكون السلسلة عليا ويكون رصامها فريد. هكا ماما عطي الماما هكا ماما قول لأمك أنا ما عمرك تكذب على تشارمن. أنا اللي كيبرك قدامي هنا يا أمي يكون صريح يمي مشي قوت في حاله تشارمن. تفهم أيها السي الإرهاب والصحراء ومشيتوا وهزوكم في البيك أب أجدرتوا من بعدها رمبونات بلاد الحرام جدي الكفار تحرك جدي الكفار كلاب انا مش الكافر انا مش كافر انت هو الكافر اسمعوا الكافر ايش يقول اضحكوا اضحكوا لي على روسكم اضحكوا الله عمره ما وصى في ناس عمره ما وصى واحد يقتل شي واحد خليني دوي كتعرف شي حاجه في الاسلام احسن منك احسن منكم كلكم انك مع الاجانب ونكر عليه حقوقه كانسان وتكرفس عليه غدا غدا يوم الحساب انا نكون من الشهود وندافع عليه البطل ديالنا علاش تقولي هذا الشيء علاش وشكون اللي بحالك هذه الامريكان لا كان وعدك نمشي الامريكان ونجيبك معايا هذا هو الحلم ديالي صافي ماشي ما تبكيش ما تبكيش تمام تريك
كنقول لكم ما بقيتش مع الحلاوه في اللسان. يلا تجمعوا. شتي اش درتو؟ رجع في درجة. قصتك أطرت فيها ماشي غير بوحدي، حتى دوك الملايين ديال الناس اللي كتسمعك دخلتي لهم كاملين القلب وما متوقع فينا. عاودي هذاك الشيء اللي وقع من بعد، لقيتي مع حسين ومشيتو للصحراء وإرهاب وداك الشيء ديال كمل ليا. Thank you.
دخلت علينا المرأة مشينا فيها خلا بركة. واحد دقيقة بغيت نهضر مع حمادي ومرتو. خرجوا ارتاحوا شوفوا اش ديروا. يلا يلا عافاك. اخويا شرفنا. ديالكم غادير بحال القصه ديال قيس وليلى. كلشي ولا عارف انت سي حمادي. راه حيفاء هي اللي جبدتك من الواد ومن كساها غطاتك ومن الشوفه الاولى حباتك. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ نسيتي؟ انا ما عمرني نسيت هادشي. انا ما عمرني بغيت شي مره اخرى من غير حيفاء. هي راه عارفه هادشي. هي الحياه والممات هي كلشي بالنسبه لي. لكن هادشي اللي دارت راه ما عرفتش فيه والو. كلشي ناضي موجودين كل خير ان شاء الله. انت ما بقيتيش كتحملي ريحته واخا كتبغي راه باينه في عينيك. هذا هو اللي تيقولوا لي الوحم. الناس الكبار سمحي ليهم لقيتيهم مدهيين مع الماء ومشاكله وما فكروش يقولوها لكم. العالم راه كله شاعر والناس راه كلها مدهيه راه على ركوه ديال الماء يقدر الواحد يبيع ولده. ترجع مرتك وتهلا فيها وتهلا في اللي في كرشها. يلا 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 مش.
عفينا اش تراجي الشوف بي تراجي مش بويكوت بس سيقور ان دوني تراجي شنيفولي ني تراجي منيفولي چکی چکی کاکو سی کاکو سی می نزواو يلا مهيلا يلا مهيلا خدام كدير لنا فيها الانسبشن يلا يلا بقيتي فيها صاحبي صاحبي بيجي بركا شي قول لي اوكي غتركز معايا مزيان نورا نورا امتى اخر مره شفتيها فين تلاقيتيها انا حاسس بك صاحبي حاسس بك مقلق دوزنا حلقه صعيبه لكن ضروري خصك تجاوبني باش تكمل الحكايه باش الجمهور يسمع كل شيء عاود ليا فينا هذه قصتي وهذه حياتي سولتيني نجاوبك
شي حد داخل الجمهور ديالي شي حد داخل عندنا هادي بغات تكون غره شي مشى حاجه ماشي شي حد داخل الو نورا قدرتيني لا عطيت فيك الثقه وقدرتيني الشارب ارتقش ما خطرتكش ما خطرتكش يا جمال في الراديو وسمعتك صوتك وسمعت صوتك وبغيت تهضر معنا بالتليفون بغيتك اليوم تجي بغيتك اليوم تكون حر تقول لي في قلبك تعيط داك الخنزر وتدوي معها يمكن تكون اخر مره غادي تسمعك وتسمعها على فكره يا جمال برك برك ترجع لشتك بغيت نسمعك انا من الناس اللي كيسمعوك ترجع ترجع لكعرفتك دوي معها فينا تكلم معها فينا الو نورا فينا مدينة من بعد الشوقة من تلاقيتي مع نورة كساي كساي عرفتي علاش ما عقلتيش على من بعد انك متي قصتك سالات صاحبي Thank you.
اسمح لي واخا الموتى ما كيشربوش. عرفتيني شكون انا؟ عرفتي راسك في الغادي؟ عمري ما عرفت راسك في الغادي. نسير ما تخافش. حلقة جبل عفينا سالات، كانت حلقة زوينة. سمحوا لي دراش من قلت الصور هكاين باش ياكم جمع ذاك الوزير اش غادي يقول لنا. انا جبت لكم واحد من البسطاء، واحد على الاقل كيقول لنا عفينا ماشي هو الوسخ، عفينا هو البساطة، عفينا هو اللوف، عفينا هو الحرية. تلقاو غدا أربعة الفاشلين.